السلام عليكم واهلين فيكم في فيديو جديد. حبيت اني انزل الفيديو بداية ديسمبر، لكن في ذيك الفترة كنت اني مشوار، اني حط الستاند واشغل وما ادري شنو، انتظر بنتي تنام على الساعة 9 8 في الليل، 8 9 في الليل تنامي، واشغل فيديو ولدي برضو ينام عشان يصير هدوء يعني في البيت. لاحظت ان اصلا تنام بنتي 9 او 8، انا اوريدي جاني النوم، فمشوار اني برضو حط كل شيء اسجل، فقررت اني اسجله. فهذه سلسلة طريقي للدوام، ما انا رايح الدوام الحين. الساعة 8:30 الصباح والدوام الساعة 8 اصلا يبدا دوامي، لكن ما اقدر اروح دوام الساعة 8. دوامي يبدا الساعة 8 لكن بنتي المدرسة حقتها تفتح 8:15، فلازم انزلها هنا. المهم نرجع معاكم سالفة أفضل جهاز أبل بالنسبة لي في 2021. في نفس السلسلة هذه الفيديو ثاني واحد اللي قبل هذا الفيديو كنت أتكلم عن الأيباد ميني. الأشخاص اللي شافوا الأيباد ميني هناك يعرفون أن أفضل جهاز عندي هذه السنة الأيباد ميني. يمكن بعض الأشخاص بيقولوني أوه ليش ما حطيت الآيفون والآيفون؟ أوكي، يعني الجهاز اللي دخلني أصلا منظومة أبل ودخلني في عالم أبل هو الآيفون صح، لكن الآن ما يعتبر الآيفون، يعني عادي بعد فترة راح يتغير الشيء هذا ويكون الآيفون كمسمى موجود، لكن الأجهزة الثانية راح، أنا أتكلم في المستقبل يعني، تلقي الآيفون مثلا لو بينزل عندنا جهاز ويرابل شيء ملبوس، يمكن الساعة تتطور كثير، يمكن النظارة تحول، في أشياء كثيرة راح تكون في المستقبل. لكن الآن يعني وصلت لمرحلة الآيفون عندي أوقات محددة مسكه، الآيباد لأوقات محددة برضو. ف لو اني اكنسل جهاز، انا لو ان الايباد يكون في شريحه مكالمات، ما يحتاج شريحه مكالمات، انا اكثر الاشخاص وصلنا هنا في امريكا، انا يعني اكثر اشخاص اكلمهم فيس تايم، ف ما ادري، احس الايباد يعني جهاز اقدر امسكه اقدر اشوف فيديوهات فيه اكثر من الايفون، خصوصا الايفون كبير صح. لكن وصلت لمرحله الايباد، بس يعني وصلنا لمرحله حتى الايباد برو ابل ايش بتسوي فيه في النهايه؟ الايباد برو خلاص وين بيروح؟ كل الميزات موجودة في الايباد الثاني، يعني أبل لازم تشبين له قطاع تزيدين فيه شوية أشياء، تخلينا كاميرات، كاميرا قوية مرة تصير فيه، جهاز كبير، البامب اللي موجود في الخلف نبيه البامب في الأمام، الكاميرا الأمامية تكون خلاص جهاز كبير ماسكه أنت، وفي كاميرا أمامية والشاشة موجودة عندك، تخلين حق تصوير، صدق تصوير، يعني أنا أصور في القناة بالآيفون، فليش ما يكون بالآيباد والجهاز كبير؟ تصوير صحيح محترم بكاميرا الآيباد، تكون مايك محترم خلاص، هذا الفايندر تصير الشاشة عندك والكاميرا موجوده، يمكن ترفعين شيء في الايباد برو، شوفي حق يعني الايباد برو مقتول الحين بالنسبه لي. فافضل جهاز عندي الايباد ميني. ثاني افضل جهاز عندي السنه هذه 2021 بلا منازع لابتوبات ابل بالاجهزه او معالجات ابل، يعني لو بترتبهم كلهم اقدر اقول لك لو ابل نزلت الاي ماك السنه هذه كان صار الاي ماك، او الماك ميني لو نزلته، الماك ميني الجديد لو نزلت كان صار ثاني واحد. لكن نقدر نحط الام 1 ماكس مع اني متحفظ عليه استخدام البسيط اللي استخدمته. شوف هو جهاز جبار ممتاز وكل شيء فيه اوكي ممتاز، لكن انا من النوع اللي استخدم شاشه كبيره، ابل الى الان منزلت جهاز بشاشه كبيره الا الاي ماك 24 انش اللي فيه الام 1، انا عندي 27 انش الشاشه مالت ال جي اللي مسويتها ابل او مسويتها ال جي لحق ابل، الشاشه هذه 5K سويت لها مراجعه في القناه، فيها كاميرا، كل المواصفات اللي فيها مواصفات اجهزه ابل، وشاشه مثل ما قلت لكم في القناه مسوي لها ريفيو، وتشبك بسلك واحد وتشحن 96 واط، يعني اللابتوب الماك مالي ممتاز وكل شيء، لكن اشتري ماك بوك برو 16 انش واحطها على 5K كذا اكنسل ميزه الميني ليد راحت علي، تحس داون جريد يصير من شاشه بهالقوه بهالوضوح الى الشاشه الكبيره، يعني شاشه اللابتوب راحت علي. فهذا الشيء اللي مخليني اقول اوكي لو نزل ماك ميني راح اشتري يكون مع المونيتر هذا، او لو نزل يعني حتى الاكس دي ار مالت ابل ب 5000 او ب 6000 دولار دي مالت ابل الان صعب انك تشتريها وتحط اللابتوب فيها تشبكها في اللابتوب، لان اللابتوب ابل 120 هرتز، الاكس دي ار الى الان مش 120 هرتز، ف تحس تشتري شاشه، يعني انا الشاشه اللي عندي 1200 دولار تقريبا قيمتها، شاشه ما فيها اي شيء، فيها سبيكر وفيها كاميرا، اقدر اشتري الاي ماك 24 انش قيمة اي ماك لابتوب شاشة كاملة، مش لابتوب كمبيوتر كامل معالج يعني، فهنا شوي
هذه ولا هذه. فأتمنى في المستقبل أبل تنزل ما أدري الشاشة ممتازة أفضل. أنا مثل ما قلت لكم إن اللابتوب لو باخذه صعب إني أسكره واستخدم الشاشة، وصعب إني ما استخدم الشاشة الكبيرة، فموقف شوي. فمثل ما قلت لكم جهاز الثاني أقول لكم إن لابتوبات أبل كلها بالأمون برو أمون ماكس، حتى ال 24 إنش لاي ماك ممتاز بالنسبة. الجهاز الثالث ما راح أقدر أحط ساعة أبل واتش 7، ما راح أحط الآيفون. أقدر أحط الآيفون، الإيربودز تخش الإيربودز 3 ممتازة جدا. الإيربودز 3 اللي سوتها أبل، يعني الإيربودز 3 خذت مواصفات أو شكل الإيربودز برو مع بعض التقنيات من الإيربودز برو وبدون جلد، فممتاز الإيربودز 3. أحطها بالجهاز الثالث عندي. بكمل معاكم الآيباد برو أم 1، محتار يعني لازم أحط قبل الآيفون 13 برو ماكس أخلي الرابع، بعدين الآيباد برو الأم 1. الآيباد برو أم 1 آخر شيء لو بحطه، ولو بقارن الآيباد برو أم 1 مع الآيباد الجيل التاسع بحط الجيل التاسع قبله كقيمة على الشيء اللي راح تستخدمه. حط الآيباد الجيل التاسع قبل الآيباد برو أم 1. مواصفات واو خارقة في الآيباد برو أم 1 لو تشتري يعني، وبيجلس معك 5 سنوات قدام ممتاز، راح يمشيك قدام 5 سنوات. لكن لو تشتري لحق القوة اللي فيه ما راح تشوفه، ما راح تشوفه بالفعل وين السوفت وير وين الاشياء ذي. بتشتري لحق هارد ديسك خارجي عندك ثاندر بولت اس اس دي خارجيه، اوكي راح تحس بالفرق ذي. لكن بعدين الايباد برو وبعدها احط الابل واتش. ودي احط ابل واتش اخر شيء. الابل واتش للاسف اقدر اقول لك عيب ابل، واقدر اقول لك مش عيب ابل من الجهتين. انا لو ممكن ابل راح اسوي نفس الحركه، عندي قطاع ثاني، عندي اجهزه ثانيه اقدر انافس فيه. اقدر اشغل يعني اقدر اتعب نفسي فيها، احط الاتنشن شوي عليها. ليش اتعب نفسي في ساعه ما في احد جالس ينافسني؟ نفس الايباد اصلا ابل ما ادري ايش فيها. الايباد سكرت السوق كله الايباد، يعني ما حد ينافسها. ولا تبي ايباد رخيص موجود، تبي متوسط موجود، تبي ايباد صغير موجود، تبي ايباد غالي كبير موجود. سكرت ام القطاع ذاك خلاص، وما في احد ينافسها. الابل واتش دا جالس تخش، نزلت اس اي خلت القديم موجود، نزلت الجديد. ف ابل واتش برضو دخلت في الحركه. لكن السنه هذه ننتظر نشوف السنه الجايه، مش اول مره تسويها ابل. ابل واتش 5 نفس الحركه بالنسبه لي. ما كانت ابل واتش يعني حط نزلتها لك وحطت في اولوز اون واو ذيك الفتره اوكي، وبعدين بس ما استفدت من هذا. عندي الحين ابل واتش فيها الاولوز اون، ابل واتش 6 انت تشوفونه الحين الوقت، انا ما اشوف الوقت. لازم اسوي كذا، طيب كذا اشتغلت هي. ولا اطلع كذا عشان اسيب من ماني فاهم يعني. اقدر اطفيها بس انا عادي يعني اطفيها بشغلها، ما شفت فيها فرق بالنسبه لي يعني. صح ان بتعطيك بطاريه اكثر، لكن انا يوم واحد يكفيني البطاريه، برجع في الليل بحطها بالشحن. فهذه الاشياء اللي عجبتني، الاشياء اللي كنسلت، الاشياء دي ما ودي اتكلم عنها. ف اوفرول الايفون خلك بعيد شوي تحت، الايباد برو خلك بعيد تحت، ابل واتش خلك بعيد تحت في القطاع، الايباد ميني هو الاول، لابتوبات ابل معالجاتها الثانيين. بعدين ننزل حبه حبه مع الايربودز، وبعدين الايباد الجيل التاسع، بعدين احط الايفون، بعدين الايباد ام 1، وبعدها عاد الحلوه دي ساعتها. بس هذا كل حاجه. ففي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناة، وكتبوا لي تحت في التعليقات شو اللي ودكم نتكلم عن مواضيع ثانية. وبس حسابي في سناب شات هذا، هناك متفاعل أكثر يعني، لو ودكم تضيفوني هناك تسألوني هناك عادي. السلام عليكم.